مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم المزيد من النجاح والتفوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذة داليا محمد، مدرسة لغة عربية بمدرسة مودرن فيوتشر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على درس من دروس القواعد، والدرس بتاعنا النهاردة مهم جدا وهو مقرر على جميع المراحل التعليمية. الدرس بتاعنا بعنوان ظرف الزمان وظرف المكان. هنعرف مع بعض من خلال الدرس النهاردة إيه الفرق ما بين ظرف الزمان وظرف المكان، وإزاي أقدر أستخرجهم من الفقرة بتاعتي أو من العبارة بتاعتي. طيب، بيقولي ظرف الزمان هو إيه؟ ظرف الزمان هو اسم منصوب يبين زمن حدوث الفعل، وأي حاجة أنا ببين زمنها فبالتالي بسأل عليها بأداة الاستفهام اللي هي متى. تمام، إذن ظرف الزمان هو اسم منصوب بيبين زمن حدوث الفعل، يعني الفعل ده وقع إمتى؟ طب نبص كده الأمثلة مع بعض. أذهب إلى مدرستي صباحاً. طيب أنا لو قلت متى أذهب إلى مدرستي، إذن أذهب إلى مدرستي صباحاً، يعني كلمة صباحاً بتبين زمن الذهاب إلى المدرسة، فبالتالي بقول عليها إيه؟ ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتح. عاد أبي من العمل ليلاً. متى عاد أبي من العمل؟ إذن عاد أبي من العمل ليلاً، يبقى كلمة ليلاً هي ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وبالمثل قابلت صديقي عند الظهيرة. عند الظهيرة، الظهيرة أي وقت الظهر. إذن متى قابلت صديقي؟ قابلت صديقي عند الظهيرة. إذن عند هي ظرف زمان منصوب أيضاً وعلامة نصبه الفتحة. يبقى ظرف الزمان بيبين زمن حدوث الفعل. طيب نشوف ظرف المكان. من اسمه كده مكان، هو ايضا اسم منصوب بيبين مكان حدوث الفعل، يعني لو هبين مكان حدوث الفعل فانا هسأل بأداة الاستفهام اين، اللي هي بتعبر عن المكان. طيب وقف القائد امام الجنود، لو انا قلت اين وقف القائد، مكانه فين؟ قال لي مكانه امام الجنود. اذا كلمة امام هي ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتح. المثال الثاني، رأيت العصفورة فوق الشجرة. أين رأيت العصفورة؟ مكانها فين؟ قال فوق الشجرة. إذن كلمة فوق هي ظرف مكان أيضا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. آخر مثال، قابلت صديقي عند المكتبة. دي عند هنا برضو. إذن الظرف عند ممكن يأتي ظرف زمان وممكن يأتي ظرف مكان. طب أنا هفرق ما بينهم إزاي؟ قال هفرق ما بينهم من الكلمة اللي بعديها. لو الكلمة اللي بعدها دي بتدل على زمن أو وقت فهي ظرف زمان، اما اذا دلت على مكان فهي ظرف ايه؟ مكان. طب تعالوا نشوف كده، قابلت صديقي عند المكتبه. اين قابلت صديقي؟ مكانه فين؟ قال لي مكانه عند المكتبه. اذا المكتبه دي مكان، فاقول عنده هي ظرف مكان منصوب وعلامه نصبه الفتح. وطبعا في اظرف زمان كتيره جدا غير اللي انا كاتباهم دول، يعني مش هم دول بس، لا انا عندي صباحا، مساء، ليلا، عصرا، ظهرا، وهكذا. وكذلك ظرف المكان عندي امام، فوق، خلف، وراء، وهكذا. طيب في نهايه الفيديو بتمنى ان هو يكون قد افادكم، وعلى وعد مني بلقاء اخر. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشير وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق.